السلام عليكم، جيسبر تكونوا بخير. قبل ما نبداو لا فيديو نتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا ايقونة الجرس بالضغط على الزر الاحمر الموجود في الاسفل، باش هكا كل ما ندير لكم فيديو يجيكم جديد. اليوم جبت لكم منتج جديد من شركه مولا بيو فارم عفوا. المنتج هذا هو الحلبه الامريكيه. هذه فيها خاصيه جديده، نحكي لكم على الخاصيه بعد طريقه الاستعمال. بون، الحلبه الامريكيه هذه كيف تستعملوها كيما نفس المسمنه الامريكيه هذيك الخاصه بالنساء، تتناولوا ملعقه بعد الاكل، يعني فطور تاكل ملعقه بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء، وان شاء الله تشوفوا فيها نتيجه. وهذه عندها نفس الخصائص. وش هو الخاصيه الجديده في المسمنة الحلبة الأمريكية هذه؟ يقدروا يستعملوها الرجال والنساء، عكس أخرى يستعملوها النساء برك. هذه فيها نفس الخصائص. نقراهم عليكم: زيادة الوزن، نحت الخصر، نافعة لفقر الدم، تفتح الشهية، تقوية العضلات، تزيد في نضارة الوجه، تمد الجسم بالطاقة، خاصة للرياضيين، تنشط العضلات النائمة لدى النساء لتكبير المؤخرة والأرداف. هذا هما الخصائص تاعها. نرجو نروحوا لطريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال تاعها سهلة بالبزاف، كيما نزيد نعاودها لكم نكررها لكم مرة أخرى. تناولوها كل بعد وجبة، يعني كيما تفطروا الصباح تاكلوا ملعقة، تزيدوا تتغداو في وجبة الغداء ثاني تتناولوا ملعقة، وفي وجبة العشاء تتناولوا ملعقة. السعر تاعها اكسكلوزيف، مانيش راح نقول لكم على السعر تاعها، بصح تقدروا تلقاوها في الصيدليات، تقدروا تلقاوها عند العشابين والعطارين، هذو يبيعوا تسمى يبيعوا الحشاوي والفكاهه، تقدروا تلقاوها عندهم. السعر تاعها مليح، عكس المسمنة الماضية تاع النساء، هذه السعر تاعها يكون مدروس ان شاء الله. والمعلومات تخليهم لكم كل في صندوق الوصف. ولا عجبكم الفيديو هذا ادعموا المقطع بالاعجاب، ولا عجبكم الجهد ادعموا المقطع بالاعجاب. على بالكم باللي اليوتيوب ما يقترحش الفيديوهات اللي ما فيهمش الاعجابات بزاف. ونزيد نقول لكم ادعموني مره اخرى، وما تنساوش حمل التوصيل خليل ل1000 مشترك. نعول على ربي سبحانه، نعول عليكم. ومازالوا منتجات ان شاء الله تاع المكملات الغذائيه. نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.